مساء الحب، مساء السعادة، مساء الموسيقى، مساء الراحة، وين ما تكونون، منين ما تشاهدونا، من داخل وخارج العراق. تحية طيبة مني لكم، شيف أنمار، طبيخ تايم أكيد، بابلون تي في، والحياة ويانا يعني أكيد دائما أحلى. طلباتكم دائما أسجلها، ولا طلب راح أنسى، أحاول أسوي كل الطلبات ولكن بالسرة. واللي يشوف الأكلة سويناها وطلبها خلي يكتب لنا كومنت، عارف يعني موجودين هسه حاليا وياكم من خلال الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام وكافه التواصل السوشيال ميديا. خلوها شباب جوا عمود يشوفوها ويتواصلون ويانا اكيد. ما اطول عليكم لان عندي شغل كلش هواي اليوم، فانطوني اول طبق باختصار. الطبق الاول هو راح يكون شيء من نوعه مو غريب، بس لحم باذنجان سوى، ولا اروع من هيك طبق. شباب انطوني طبق الباذنجان او لحمه الباذنجان اللي راح تكون بطريقتي الخاصه، راح يكون بيها شيء معين. صينيه اللحم والباذنجان، اللحم ممكن يصير دجاج، اللحم ممكن بس خضار، اللحم ممكن يصير سمك، براحتكم. المقادير عندكم على الشاشه، خذوا لها صوره، لازم تاخذون صوره عمودكم موجود عندكم اللي يحب يسويها. لحم مفروم 500 غرام او يتقطع كل جناعم بعد احسن، بس ياخذ وقت على النار أكثر من ما يكون مفروم بالماكينة. بصل، فلفل أخضر، طماطة، ثوم. الثوم ممكن نستغني عنه إذا ما حتحبونه في شيء أكلات، بس شيء الباذنجان راح يسوي لنا بالانس كلش حلو. البهار، فلفل أحمر وفلفل حار تستعملوا ما عندكم مشكلة. بهارات والكاري والفلفل الأحمر. عندي هنا المعجون ودبس الرمان والباذنجان راح يكون مقلي نص استاو. هنا العجينة، هذا موضوع العجينة، عجينة البيتزا أو عجينة عادية أو عجينة حتى الخبز ممكن تستعملها، ما عندك أي مشكلة يعني عجينة مصر. بس أنا اخترت لك هاي المقادير اللي راح يكون بيها طحين، ملح، سكر، خمرة، زبدة، ملعقة واحدة راح تكون، ولا أحلى من عجينة راح نستعملها كتغليف للطبق. شباب نشكركم على المقادير. أكيد راح أبلش أحط اللحم على النار. هنا أنا نولع البوتاجاز. أول ما راح أبلش نضيف زيت الزيتون وحبة الثوم، بس أخذ الريحة من عندها والباقي ما راح أستعمل، أو إذا تثرموها راح تنطي كل الريحة مالتها والطعم راح يكون داخل اللحم. هنا أنا بس اللحم يتغير شكله، ياخذ استواء. شوف انا قطعته بايدي طبعا قطع صارت كلش صغار. اللحم اللي استعملته لحم عجل او حتى لو غنم، احسه بهيك اطباق يكون مبين، ما يكون مثل العجين يطلع لي، فحبيته يكون مقطع باليد. واذا تريدون تثرمونه فما عندكم اي مشكله. هنا أنا الفقره الثانيه هي راح استعمل زيت زيتون، لان الباذنجان تعرفونه مثل الاسفنجه يمتص الزيوت، ولهذا استعملت زيت الزيتون. راح اقطع باذنجان، راحت طاير شويه، راح استعمل القطع تكون خشنه. مباشرة ليش أنا قطعتها هسه؟ ما أريد أقطعها، ما أريد أقطع ويكون عندي. ها شباب وياي صوتي تمام؟ أغني لكم؟ قلت لا خلص، هو من الله أريد واحد يقول لي لا. عادي مطربين. شو ماكو حد اليوم؟ من جاي انت؟ صدق ليش ما تجي انت سيدنا المخرج؟ ها؟ ايش في جي سي؟ هو يمشي الكنترول يعني. تحياتنا جي سي وكافه الشباب اللي خلف الكواليس، والله لو تشوفوهم يتعبون اكثر من عندنا، تحياتي لهم. تعال يمي تعال علاء تعال. رايك بالمناسبه؟ هلا.
على انا اعرف بس تعرف تاكل انت فتفضل يعني. شلونك شيف؟ تفضل تفضل استاذ. شيف سؤال بسيط، الشوكليت شلون تسوي؟ اهلا على يا اهلا وسهلا اشرف بيك منور نورك هذا اكيد حبيبي. اريد اعرف شلون اقدر اسوي الشوكليت. شوكليت؟ اي الكيلو مالته ب 2000 دينار والتشيس. لا انا اريد الصنعة يعني. لا عندنا جيس يحب الشوكليت المشكله. والتشيس مالته والتشيس مالته يمكن ب 3000 دينار يكفيك شهر جيسي. دا تتعلم شو اسمه؟ شوكليت. اوكي شكو موضوع الشوكليت هذا؟ يلا احنا علمكم تسوون الشوكليت ان شاء الله بالايام الجايه. هنا انا دا اتعلم حاليا. شوفونا انا عندنا شيف عندنا رياضي يقول بما ان اليوم الموضوع عن الحب، حبيبي انت شيف حبي انت. وعندنا ايضا من احمد يقول انا طلبت الكيك. شكرا لك شيف انمار، استمر يا مبدع. شنو يقول انا طلبت الكيك حبيبي، تحياتي لك. وعندنا سوار تقول موفقين. شكرا يا سوار، انا اليوم راح اتعلم ويا الشيف. اكيد لازم تعلمون. هنا أنا شوفوا موضوع الباذنجان، شفتوه مثل الاسفنجة يمتص كل الزيوت، فما عندنا مشكلة زيت الزيتون أو الزبدة نستعمله. راح أضيف شوية ملح لأن هو يحب الملح أثناء. راح أضيف ملح فوق اللحم. دق الباب دق الباب هيك. اهلا تفضل. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. هلا وسهلا. هلا كيفك؟ كيفك؟ شو الاخبار؟ منيحة؟ هذا شو شوكولا؟ استفدت. كتر خيرك. اوكي. قبل يا جماعة الشوكولاتة شوكولا بالبيت هي تعرفين شنو؟ شوكولا بالبيت انجان. اكو من ياكلها يصير مدمن شوكولاتة. اللي يكون اذا تكون مرة فمفيدة كلش، اذا تكون كلش حلوة وياكلوها هواية راح تأذي الاسنان واكيد السكريات اللي بيها كلش هواية. ما شافنا اكيد ما شافنا. هنا قطع الباذنجان راح اضيف البصل. شلونك تلار؟ شو اخبارك؟ انا منيحه شف، انت كيفك؟ الحمد لله. علاء عيونه ما تشتغل؟ مو دا اريد اتعلم البدايه نظريا بعدين ادخل عمليا. وين ثلاث سؤال لا يوقف لي ورا؟ شو تتعلم نظريا؟ دا انتبه هسه انا. أوكي. اللي عرفته شلون تدمج الشوكولاته ويا الباذنجان. تالار تحيت لك الشم. شو اخبارك تالار؟ انا منيحه. تالار خلي كريم بايدك. لا ها لا مغسل ايدك اكيد. اوكي قطعي لي هيدي. كيف بقطع مثل هي؟ مثل هي. انت واسق شوف. هنا أنا قطع الباذنجان راح اشيلها مباشره احطها بالصحن او بالفخار. اه بيرفكت. زين باذنجان يصبغ الايد، هاي معلومه اعرفها يعني قبل الشيف تدري شنو؟ اوه انقذ لي معلومات. الباذنجان يصبغ الايد. هيدا ورطها. شوف شفتي؟ شوف مي ترى مو ذاك، انا تستعمل كميه هوايه اوكي بس ذات كميه واحده ما راح يبين. هنا أنا قطع الباذنجان اصبحت عندي جاهزه. راح نكمل شوي كثير يعني سمكيها شوي طيها السمك. انا لانه بحبها رفيعه. تحبيها رفيعه بس انا اليوم عندي غير شغل بيها ايضا سميكة تكون. مو تقلى. ايه على شوفونا اذا عندنا كومنتات شي سؤال عيوني لك نجاوب لهم. اوكي شباب بين ما هنا عندي اللحم يريد تقريبا وقت بسيط يكون عندي جاهز. خلنا بلش بتحضير الكيك لانه يراد له شويه وقت. انا بعرف هيك اخلطهم اخلطهم. انا بعرف هي تصير مكسر تصير ماكينه هيك تخلط. بعد كاك زيرك خلنا نحط الشوكولاته. انا بحطها ترى. ذا على الخلط سهله يعني. كاك زيرك ايدك تاخذ لي صوره اليوم ايش بالشوكولاته. اكيد تحياتي على خلف يعني. الكواليس موجود هسه. فهاي عندي اول شيء راح اضيف الشوكولاته. خلي لها حمام مائي. راح اصادها حاخذ المقادير.
تسلم لي. انطوني المقادير مادام. تالر. يس. خذي لك شوكة. اوكي. ايه حبيبي تسلم لي. وتقلبين. ايه ايه. اوكي. اوكي. شنو هاي الشغلة السهلة انطيت اياها؟ متبدك زيت تقدري تخلين زيت الزيتون تضيفين كمان. شو قامت؟ زيت الزيتون اذا كان ناشف الباذنجان. هو الصراحة ناشف. ايه تقدرين شو تسوي؟ ايه. اوكي استاذ ما ابد ما تورطت. كيكة الشوكولاتة. اي نوع كيك؟ اي نوع كيك تسوونه؟ ممكن مو الا شوكولاتة. يكون ابيض. المقادير قدامكم على الشاشة، خذوا لها صورة على مود تكون موجودة، اللي هي طحين، بيكنج باودر، فانيلا، سكر، زيت، حليب سائل، او اذا يكون طوست فيكون ثلاث ملاعق تنخبط بقلاص مي، والشوكولاته والكريمه راح تكون داخل الحشوه، او اذا نريد نخبط كاكاو البودرة المر داخل العجينه تنقسم الى نصين، ممكن نسوي قالبين نفس الوقت، انا سويت لكم قالبين، عندي هنا الكريمه اللي هي سهله، كوب ماء او كوب حليب مكثف، يعني كريمه الكيك، وعندكم هنا البيض. كلش مهم. انا هستعمل ثلاثه، القالب مالتي اللي استعملته هذا راح استعمل له ثلاث بيضات، واذا هذا سوري واذا هذا الحجم يعني اكبر يكون اعمق نستعمل له اربع بيضات. فانا بهذا سويت اربعه وراح اسوي لكم هذا ثلاثه. شكرا شباب، نزلوا لنا المقادير. قبل ما نبلش شباب هنا اوكي واضحه عندكم الامور؟ هنا أنا اوكي. عندي هنا القالب، اي قالب تستعملون. راح ابلش اول ما اخذ بيض. انا ضفت الشوكولاته، اضيف فيها الزبده ملعقه واحده فقط، يعني مو ملعقه فول، لا تكون شويه على تنطينا هذا الدهون الحلو، الدهن مالته، ما تجيها راح تجي شلون ها. هنا أنا بس تذوب الشوكولاته مالتنا، الذوب عندي راح يكون شيء ولا اروع منها. استعملها لتغليف الكيك او استعملها لكريمه الكيك. هنا راح نضيف بيض واحده، اثنين. شيف رياضي يصير لك على البزازين. والله استاذ رياض كثره البزازين يعني مو قلت، خليها ببالك. هنا أنا راح اخفق البيض، تخفق خفق البيض، اتركه شويه. تلارم بيت والله. هلا اذا ماما عم بتشوفني هتكون مبسوطه. طبعا انبسطي. ماما انبسطي. راح ادهن القالب بالزبده، دهن القالب كلش اساسي حتى ما تلزق؟ ما تلزق وتنطينا جمال من خلال الطحين. اكو قالب ينجيب ليهم وين؟ بالثلاجة بالبراد. وخر الكيك وخر النايلون وانطينياهم بالثلاجة استاذ عيني تدلل. سيدنا المخرج يقول بالثلاجة، احنا نستعمل البراد هو يستعمل الثلاجة بالبيت. هالشكل هذا القالب حضرناه. حذك اللحمة أو الشوكولا؟ لا الشوكولا تركيها. لحمة حذكة؟ تمام شيف. راح أضيف السكر. هوب كوب سكر واحد. لحظة الوقف؟ لازم، لا إذا أخذهم أبقى واقف عادي شيف. إذا أخذهم أبقى واقف. لأن بصراحة المنظر يشهي يعني. ترتيب شوية. واو. أوكي، راح أضيف صوتي تمام شباب؟ البيكنج باودر. البيكنج باودر. وراح أضيف الفانيلا. وراح احرك.
ورا ما نحرك بدك تحركين؟ ايه حدك. شيف عندنا احلام تقول انا حاب اتذوق اكلك الجميل والحلو، بما ان اسمك احلام فهاي هم احلامي يعني بصراحه. تحياتي. انه شو راح تتذوقيه؟ عندنا مصطفى تقول سؤال، زيت الزيتون يغير طعم الاكل؟ او الطعم مالته؟ لا. يعني مجرد اضافه. بالضبط. زين، عندنا ايوشا تقول بالتوفيق، شكرا لك ايوشا. واحمد العراقي يقول بما ان الموضوع اليوم عن الحب احب اهدي هاي الابيات لامي وهي بالرمادي. خل اركز بالابيات شوي على مدى اقراها بطريقه صحيحه. اوكي. يا حلوه ملكه قلبي بما فيه، يا اروع النجم دانيه قاسيه، تدور في البال تحييني بدورتها، فانظم الشعر من دمي واسقيه. تحياتي للجميع. تحياتنا لك يا احمد العراقي. تحياتنا لاحمد العراقي. انهزمت شويه اني. ليش؟ يعني ختلت ورث. اوكي. خجل غير؟ اي. عندنا زبدة عادية من 500 دينار. سارينا تقول منورة تالار الحلوة، أحبك كتير كتير على لهجتك. ثانك يو. عيديها ثانك يو بالله. ثانك يو. ما حتطلع بنفس الطريقة. عيديها. أوكي. هنا أنا خبطت كل السوائل. هي مرحلتين الكيك يجي. المرحلة الأولى اللي هي تكون كل السوائل، والمرحلة الثانية يكون الجاف اللي أنا خبطت الطحين والسكر وال شنو بعد؟ الطحين. هنا أنا راح أخبط كيف عليها جي سي. وردة الجاردينيا شكرك تقول لك شكرا اللي أنت تسوي لنا الكيك. تحياتي. وعندنا محمد العراقي يقول شيف من اشوفك تعمل طعام كلش اجوع. انا هم اجوع. تخيل يعني شوف هيك اكل. احنا كمان بنجوع. بس ناكل احنا بعدين، بس انت ما راح تاكل للاسف يعني. عندنا يعقوب يقول شيف انت ذهب. شيف كيف عرف هاي استوت؟ خلص طلعيهم ثلاث. شيلهم؟ حطهم بوين؟ حطيهم هون صفطيهم. اوكي. عافية ثلار عافية. شاطر كثير. علاء انت بتطبخ؟ اني؟ أه؟ يعني اكلات محدده. مثل شو مثلا؟ بس لحد يتصل بامي رجاء، اوكي؟ راح اضيف الطحين. بس شنو؟ خبطنا احنا. ننخله. نفرغ الهواء من داخل التكلسات اللي تكون محفوظة بالطحين هالشكل. شكو هواء راح يطلع من داخل. شكو هواء راح يطلع من داخل. شوفوا يطلع لكم فوص، يطلع لكم شغلات انتم ما تدرون بيها داخل الطحين، ممكن تخرب عملية تحضير الكيكة. شو تقول ابو جيس حبيبي انت؟ اوكي خلنا نستعمل. علاء فنك شو تسوي؟ شو اسوي لك شيء؟ قول. كل الشغلات الزايده شيل اياها منها. كلها؟ يعني اكو شغلات زايده يعني فارغه. زين الكيكه شيلها عادي هم زايده؟ لا الكيكه خليها. مو زايده؟ راح اشتغل بيها. اوكي. شنو الموجود زايد هنا؟ شيف انت متعصب؟ انت عم تطبخ حدا ياكل من اكلك؟ متعصب ما ادخل المطبخ، انا شو بدي ادخل المطبخ؟ بس انه انت عم تطبخ مثلا زبورات الشوكولا. ايه؟ لا ما ادخل المطبخ، انا اكون معصب ليش ادخل المطبخ؟ اكون هنا أنا... شنو استاذ عيديه؟ لا لا بعيده ما هي علاقه، لا لا ما توقع عيله اللحم. يعني المفروض يعني يشتغل كل شيء واحد بس عادي ما دام احنا ايه ايه تالر ضيفي الفليفله والطماطه بنفس الوقت اللي هي الفلفل مو؟ فلفله. مخطيتها لا يعني عم تفهم اللغه مالتنا صح. صدقتك. نحرك هالشكل. هذا اقدر اشيله؟ لا خلينا نشتغل به. استاذ قد باقي الوقت؟ ما زيد لي اياها؟ فات ثلاث دقائق يعني.
جمهورنا زيدوا لي الوقت مالتكم. احنا طلبنا هاشتاج منهم البارحه، ما اعرف شنو قضيه الهاشتاج حتى نزيد الوقت مال الشيف. اكيد سهله كلش، بعد احنا اصلا نقدر نسوي كيك بدون ما نستعمل خلاط يعني على فكره. بس خلاص يعني احنا ما دام متوفر عندنا ممكن نسهل الامور ونستعمله. هاك علق حبيبي حياتي، هاك عمري انت تدلل. تسلم. نطلع الهواء كله داخل يعني الخبط يكون. يا كاميرا تيد واضحه فوق. اوكي بهالشكل بهالشكل يعني العمليه تصير فر بالعكس على مود لي يصير عندي ليطلع كل الهواء والبيكنج باودر يعني يروح مفعوله. هنا صار عندي بهالشكل جاهز. اذا اريد نسويها كاكاو بهالطريقه بس نضيف الكاكاو بودره، بس الكاكاو من نضيفه هم راح ياخذ مساحه، فلازم تكون السوائل ملائمه لل يعني نحسب حساب الكاكاو. مثلا قد خلينا طحين كوبين نخلي ربع كوب للبودره الكاكاو البودره. تمام التمام. راح نضيف عجينه بهالشكل. البركه باليد ترى. ها اكيد نطبخ للستاف نطبخ للجيران هم كل شيء تخلونه على تاخذها هناك تخلصني منها. وينها؟ اي تدلل. تسلم لي. هوب خلصنا. واو. خلصنا يا استاذ. تسلم لي. عندنا لؤي يقول على شديدك شيف بس نريد نذوق الاطباق. تحياتي لكم. لؤي خذ تاكسي وتعال. كيفك انت بعد اختار. تاخذ تاكسي. عباس يقول شكرا لك شيف يا ورد على الاكل الطيب. تحياتنا إليه. وتهاني تقول منورين احلى برنامج واحلى شيف. شكرا. شوف الفانزات هاي شيف. شكرا إليه. هاك هاي على شوي قلقتني شوي. على شايفه من هيجي بدكم تاكلون العجين. والله ردت اسويها بس زحمه من المشاهدين. لا اسويها. صرت اسويها بس زحمه من المشاهدين. لا لا. زين صير اطلع منها؟ طبعا هنا انا راح اخليها على درجه حراره 180. راح يعني راح يصير عندي البيكنج باودر راح ياخذ المكان مالته، راح تصبح عندكم كيكه ما احلاها. كلش بسيطه، حتى الكيكه اذا تكون مثلا تستعملونها تسوونها على شكل طبقات ممكن تستعملون الكميه القليله كلش مثلا السفنديشات او صياني الافران اللي راح تكون صغيره ما تاخذ مساحه وتخلوها على شكل سنتيم واحد تنفخ فقط، تستعملون الكيك الاسفنجي على بالفرن. بالفرن؟ اي مباشره. مباشره. تعال ليش ما طفيه؟ لا ما حرقته بس بس الغاز مشتعل على شو اسمه. اوكي شباب ما راح اطول عليكم، انا عندي كل ساعه ما اطول وماخذ لي خمس دقائق. فلفل اسود احمر بهارات اللحم الكاري شويه استعملت ما جاء حبيبي رشه ملح عمار الهيبي كبه مصراويه ويقول قبانكم داد تتدلل يا عمري واليابة داد تتدلل يا حبيبي قبان عيونك. اول لحايه عمود لا تاخذ ريحه. المخرج يقول عمود لا تاخذ ريحه الشوكولاته. اضيف المعجون. شيلوا ذني شباب هنا على السريع على السريع ما راح اطول. هذه تخفقين بخفق لك بخفق لك. طبعا هاي الكلاصات راح استعملها مخفوقه مو بموضوع ثاني اللي هو من يصير عندنا هاي الشانتيه او ممكن نستعمل كريمه الخفق. شانتيه واكو كريمه الخفق نحط لها يعني بس نخفقها وخلاص. تعال استمري بس شوي اسرع. لا سلام اخوي
شيف أنا قلقنا الباذنجان. هنا أنا بقطع على هذا الحمام المائي، نقدر نضيف لها كريم أو نضيف لها حليب أو نضيف لها الزبدة، عم نصير عندنا ملمسها حلو، ممكن نستعملها كايزيرك فرموا حياتهم. ها حبيبي مو نفس الطحينة يمكن شيف الحلاوة الرملية؟ ايه حلاوة التمن ممكن تصير على شكل قهوائي الرملية، يعني يقصد حلاوة التمن. حلاوة التمن ايه سويناها احنا، ممكن ترجع على اليوتيوب راح تلقاها. الله شوف هاي شيف واجد يقول اريد السمك مطبق. لا هاي بيها صورة الشغلة شوفوا هيك على هاك اكزك تمام لو اعيد لك تمام. والله ذاك اكزك ما تطلع حلوة هاي الصورة. خلصت. هنا أنا اجي اقطع شوفوا سمكها كلش حلو تتقطع بهالشكل. بنحط عليها كريمة بقلبها. بقلبها؟ بقلبها. طبعا عاشت ايد اللي سوى هذا الكيك، مو انا ترى استاذ استاذ ترى مو انا اللي سويته. اي والله يعني تحياتي لها، طبعا زوجتي فنانه بالكيك، مو بس بالكيك يعني قاب اكثر معجنات يبلا كل مو تمام بس بالكيك تمام يعني بالحلويات. اي تحياتهم تحياتي كنترول اليتش يا ام ازهر اكيد تتابعنا هي. وهذا الكيك شوفوا هذا هنا راح اقسم الكيك الى تعبتي خفقي خفقي خلي اخفق لها وخري وخري خلي ساعدك ساعدك كثير تقيلة تقيلة؟ تقيلة ايه هاي تختل اللحم بس نستعملها. هنا انا شوفوا عندنا هذا الكيك ممكن يتقطع بهالشكل يكون بها زيادة، نريد نطلع فد ديكور فد موضوع. هنا نحط هالشكل حلو. ابو جيس هاي راح ادز لك اياها شلون تعتبر هاي ديليفري مباشره للمخرج. انا حجزت اول شوف هنا أنا شويه الموز، يعني الكيك اللي راح نستعمله احنا راح ناخذ قالب راح نستعمل قالب راح نقطع الزايد راح يكون به الزوائد موجوده. من نشيل الزوائد ممكن يصير عندي هذا. هنا عندي حار شوكولاته شوفوها هالشكل. اوه ماي جاد هي المن الاستاذ محمد لو الكاك زيكو المن هاي راح تموع طبعا تشاركون بيها كلنا اخوه بس بالاكل لا. اوكي شباب تمام عندكم هذا. هنا أنا بقايا الكيك اللي استعملناه يصبح عندنا بهالشكل، نقدر نسوي بيه طبق نقدمه ولا احلى من عنده. طبعا راح تموع كافه طبعا ممكن مباشره يكون سخن هم عادي وممكن للثلاجه يصبح عندي طبق كامل ينكل. هنا الكيك راح اسوي من عنده قالب راح يزين بالكريمه، كريمه البيضه اللي يخلقها علاء. راح نقطع القوالب نسويها على شكل قطع دا تشوفوها ملمسها كلش حلو جيده اسفنجي ايه مثل ما قلت ايه طبعا اسمعكم شو ما اسمعكم. هنا انا ما بقى عندي غير تعبت ولا لسه؟ لا بالعكس استعدادي طولت بس شو اسوي يعني الله يسامحك. حبيبي هنا أنا خلاص بعد هنا أنا طبعا راح استخدم هذا الحشوه حشوه اللحم اللي استوت ثلاث ارباع تاخذ اخير خلينا نسميها اخير ينشف شويه. عندي هنا طبقين، الطبق الاول اللي هو بالباذنجان شويه دبس الرمان على الباذنجان كميه البقايا راح نخليها على الصوص اتفنن بيها. حبيبي هو ضلت حالك
ناز ناز. ناز ناز رز احترامت هي لو روجانا كدهاتو ان شاء الله هر حفتك خواردين چي كردي تايبت بشاري خومانا شاري كردستان فرقينية ككرديان عرب تو من دلي تو كردي كخواردي دوزدكم امنتي اكلاو نخير بس فرقنا كلايمة شيف الداخل تحياتنا هي راح نسوي اكلات كردي اكيد خواردين كردي دروز دكم بو انا دروز ناكن تعود خوش دكم نان عجينة هل عجينة هل حجينة علي هل حجينة عادية كلش بس نغلف هذا راح نضيف اللحم شوف شلون صارت اي ثينك صارت في اذا عايزه تضغط حدك بعد اخفق اخفق اسرع وخليه بالبراد اخفق اخفق هالشكل ممكن نخليه بالطاجن هذا او بالفخار ممكن نخليه راح اسوي واحد ثاني بس اريد اختصر الموضوع واضحة عندكم شباب؟ اوكي حجيب العجينة والله خباز شيف يعني أول ذكرياتي بالطبخ لا لا تنور تستخبز أصعد على بلوك وأخبز اوكي هنا أنا راح استمر الفها زين هاي العجينه راح تنفخ ويصبح شكلها ما احلى شايف يمكن هاي نفسها بتوم وجيري بس على الطريقه العراقيه احسن فطيره كثيره يلا اوكي فطيره توم وجيري بالضبط هالشكل شويه زيت الزيتون ننطيها خلينا نسميها لون شويه شويه سمسم او حبه سوداء او حبه حلوه نخليها على الوش على الوش يعني على الوش على الوش فما بقى عندي الا راح اخليها بالفرن تاخذ من عندي تقريبا 10 دقائق راح تصبح هاي العجينه جاهزه والحشوه اللي داخلها ولا اطيب منها لا تروحون بعيد طبعا الكيكه بالفرن يراد لها 45 دقيقه على درجه حراره 180 اول 35 دقيقه مستحيل نفتح الفرن يعني ما راح افتح عندي عجين بس ما راح افتحها لحد ما تكون عندي جاهزه الكيكه يعني السمك مالتها مرتفع ذاك الوقت اقدر افتح الفرن واشوفها يعني منفشه مستوي ولا لا منفشه أوكي. اوكي لا تروحون بعيد لا تروحون بعيد طبعا ورا الفاصل راح يكون موجود نور متي بيني وبينك اكيد والحياه ويا بابلون احلى كلش احلى شو صايب الشوكليت اكو ريحه المعجنات الله زين هاي لي تو غير تقولوا لي هذا البنه صح تقدمون تلر لا تقولوا لي شيف جاهز يجي تو يجي بده يقول هلا ولارين هلا وشيف احنا دائما نقتحم الاستوديو نقتحم المطبخ خدي معك خدي خدي شوف المنظر شنو رايك ناخذها شيء تعال من هون طلع مباشره بس صحكت ناخذها ونشرب الله الله بسويت تدلل شوف يعني هو شغل الكيكه هذا الوقت هاي حاره استوى طلع من نقول يراد لوقت يعني على كيف واحد يشتغل به ويكون خلينا نسميها يعني نخلي اوقات العجينه من تصير حاره لازم نخليها تبرد ومن تبرد لازم نحشيها بالحشوه اللي نريدها الحشوه لازم تكون بارده ما يصير هو هذا حار ونحشي حار الوقت كلش قليل طبعا هاي اللي جهزت عندي شوفوا بهذا الوقت هسه هاي اصبحت عندي جاهزه فهم حارة بعدها ما أقدر أشتغل بيها بنفس الوقت تطلع بهالشكل لكم ترى كيكة ولا أحلى من عندها سهلة كلش بسيطة وهذني قطعت زينتين بهالشكل واحدة هيجي مال واحد شافه ست البيت واحد متعاجز بس هذا بقايا الكيك يعني أنا أخذت القطعة هاي الأساس اللي أريدها شوفوا
فهيك يعني اي بس هاي طيب يعني كلها شوكولاته صدق يعني اخذها مو هسه وهاي اشتغلنا بيها يعني شوفي يعني ممكن تعديلات وترتيبات بعد ونقدر نسوي نفس الكيك هذا نسويه على احجام كبار خلينا نسميه شافوا فما بقى الا اقول لكم بعد بعد عندي وهاي حتى للصغار مني مثلا اللي عندها اطفال صغار وخاصه أن يروحون للروضه مو اكيد شنو صغار حتى الكبار احنا يعني إيه يعني انه هذا ملي اكيد لا الكوب بس الكوب الكوب هاي ممكن سفري اي ممكن تيك اوي نستعمل الكوب يعني احسن من اللي مثلا يشتروه من الاسواق والهاي هم يزينها بعد خلينا نشوف ايش راح نسوي شوفوا ماريان لارين لارين ايش راح نسوي لنا شوف شوف بلشت انا يعني اول مره بحياتي اسوي هاي ليش كلها بيضه هنا لارين هذا من قله الخبره على على قولة نور مو مو خبره شيء خبره شيء تعال اعطيني مجال شوي بليز يس سخنة الله 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 لاخذ مكانك يلا ها شيف شنو شيف سوى ذا لا من عندك حتى هنا كافي 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 لا لا مو هاي أريد أبقي لي شوي أنه أنا أكل أوكي طيب سأتشينا من يمك الله الله يمي طبعا ولا أحلى من هيك سكينة حلا فول هلا الله اوكي السكينه جاهزه انتبه ايش سويتي اعطيني سكينه هذا تزيين هيك كافي 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 هسه بتدينا قلنا ايش زيني ايش ينفع احلى احلى كافي كافي خلص ليش تشك بقدرتي بس هنا بس هنا يعني ترى اذا تجيها بقه على اي واحد يريد يزين كيك بقه وتبقبق اي واحد يريد يزين كيك بس خليه يخابرها يعني يعطيني دعوه قبل اجي ليش مخليه ابيض؟ ليش مخليه ابيض؟ هي كانت موجودة نقطع لكم الكيك هذا نشوف شنو داخله سير نذوقه حتى ننطي راينا على أساس صحيح طعمه طيب يعني شباب نظرة أخيرة بهالطريقة يعني وهاي موز حشاية بالموز الله و ما بقى إلا نقول لكم سيدنا المخرج سوري خلنا أحط لك المايك أنا أعتذر يعني آسف يمكن تنتحش شوية وأنا ما أدري أوكي حبيبي الله يسلمك شعدنا وراء طبيخ تايم لا لا روح البيت عايشينو تريد تروح للبيت بكيفك تريد تكمل برنامج بكيفك هلا ابو جيس يعني ما حد راح ينتظر ورايا طيب يختار ماكو شيء هون هوا فد شيء من نامنا اوكي نانا محتاجه شو بلش اول شيء يعني شوفي ناكل بعدين نحلي صح هيك مو انا ما باكل باتنجان لا ما تحلين قبلنا ماكو هيك تنتظرين لحد ما نخلص اكل الله خش عبر شوفي لا ده حاكل أعزائنا المشاهدين ما بقى إلا نقول لكم إن شاء الله استفادتوا من هاي الأطباق البسيطة اللي ممكن تحضروها بالبيت ولا أسهل وتفرحون أبو البيت أو أطفال البيت أو أطفال البيت ما بقى إلا نقول لكم تصبحون على خير ها قصي طلب باكر إحنا مسوين باكر ترجع شوية لورا قبل أربع حلقات راح تلقى باكر ولا أحلى منها واللي أكل الباكر بإيده هو منو؟ أني التايلندي اللي أكل الباكر جودي أكيد طبعاً جودي أكلها بإيده الباكر فهي قصة ترجع أربع حلقات أو خمسة ليورة باليوتيوب راح تلقى الباكر ولا أحلى من عندها ما بقى لنقول لكم تصبحون على ألف 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 خير والحياة ويانا أكيد أحلى بابلون تي في باي